عليك. والله والله اني فرحت. جعلني مبكيك. تابعتني اول يوم ايش قلت يا ابو نواف؟ مرحبا. والله 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 إيه؟ اني ادعي لك بقلبي بالتلفزيون وانت ما تعرفني وانا ما جعلني مبكيك. اقسم لك بالله هذا المكسب يا ابو نواف. والله, والله ان هذا المكسب. والله يطول عمرك. يوم نجحت انت بالاخير. اي كم جبت؟ 75 70 او 100؟ اي بالنهايه. اي والله اني فرحت. والله اني ادعي لك. والله اني ادعي لك واني يوم شفتك قبل امس جعل جعلني مبكي ذا الوجه. حاضرين ان شاء الله. الله يوفق ذا الوجه. وابلك ساعه يا ابو نواف. خليل بلوسي مرحبا مليون، نورت. حياك الله. الله يحييك ويطول عمرك. ابرك ساعه. الله يجزاك خير. اسمك في عالم التعليق. الله يحييك. ما يحتاج، فرضنا من الاسماء اللي حتى خارج الرياضه صرنا نسمع صوتك في الاداءات ما شاء الله تبارك الرحمن المقاطع. انا بعد يعني من خلال اسنابك وجه تحيه لاخوان المعلقين ازبا خارجين، ووجه تحيه للمذيعين اللي موجودين يا حبيبنا خليل. الهجن للامانه يعني ما شاء الله بعد مجال جميل جدا وفرصه للظهور والبروز حقيقه مع شريحه كبيره جدا من المتابعين. اسالك سؤال، ممكن تعلق شوط من اشواط الهجن؟ ممكن. والله والله قلت للاخوان صعب، جزاهم الله خير انتم مجموعه من المعلقين يعني. طيب. قلت لهم اذا قدرتوا انتم تعلقوا على كوره انا بعلق على الهجن. الله يوفق ذا الوجه. ابارك ساعه. مرحبا. تقول انت مبابي. مبابي شنو ياخذ كاس العالم حق نيمار؟ شعري يعني زيه. اي تحلق زيه.